الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون، نحييكم مرة أخرى مع انطلاقة أخرى شوط الجعادين المحليات على البركة والتوفيق، حاملا لنا هذه الأسماء الكبيرة المشاركة في هذا الشوط الكبير، مباشرة مع المركز الأول، مباشرة مع صدارة الأسماء. هنا طريف، الله يا حمد يا بن غانم يا بن حموده الظاهري على المركز الأول، يلي في المركز الثاني معزز للسيد محمد بن سليم بن الدودة العامري على المركز الثاني، الدور دور المركز الثالث هنا الشامي مبارك بن سالم العامري على المركز الآن الثالث والمركز الرابع. الوصول والتحدي من احترازي غانم بن سعيد بن زايد المزروعي مع المركز الرابع، الدور دور المركز الخامس، الوصول والإثارة والقوة والانطلاق من شاهين راشد بن يمعب بن محمد بن راشد بن حرمش الشامسي، بينما دخول وتحدي من الشارد سالم بن مطر بن سعيد الدرعي الواصل والمنتقل من مركز إلى مركز. هذه هي المراكز الستة الأولى، يا سلام، بينما دخول من غازي مطر بن محمد بن دحروي العامري الآن على المركز السابع، الدور دور المركز الثامن، يا لها من أسماء. الوصول من شاهين ساري بن محمد بن طويلب بينما دخول وتحدي، يا سلام، هنا وصول وإثارة وقوة وانطلاق من مياس علي بن حمود بن علي بن حمود الظاهري الواصل والمنطلق، الدور دور المركز التاسع مبشر سعيد بن منانه الاكتبي، وعاشر الأسماء دخول من هملول بطي بن سعيد بن سلمه المنصوري. هذه عشرة أسماء مع مداخلات ومشاكسات وتغييرات قوية، عوده الى المركز الاول، عوده الى الصداره، عوده الى التحدي، عوده الى القوه. الله 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 الله، الطريف 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 مع المركز الاول، مع الاثاره، مع القوه والانطلاق. حمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري مع المركز الاول، مع الصداره، مع التقدم، بينما المركز الثاني معزز محمد بن سليم بن الدوده العامري. ارحب يا العامري، ارحب. المركز الثالث القوة والانطلاق، الشامي 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 اللي ياما وياما حط عليه الشامي، ويستاهل الشامي القادم بكل قوة وسجلات ذهبية تتلألأ بهذا القعود وباسم شامخ. هنا الشامي مبارك بن سالم بن كعم العامري 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 العامري، بينما دخول، بينما تحدي، بينما قوة وانطلاق، بينما إثارة، هنا دخول، هنا إثارة، هنا أيضا على المركز الرابع شاهين بن حرمش الله راشد بن يمعه المنصوري على رابع الأسماء، الشارد سالم بن مطر بن سعيد الدرعي على المركز الآن الخامس، الدور دور المركز السادس، يا لها من أسماء. احترازي غانم بن سعيد بن زايد المزروعي، كفو تنطح كفو ما شاء الله، بينما بن طويلب مع شاهين ساري بن محمد بن طويلب المنصوري. الله 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 الله، آخذ المجموعة الأخرى، آخذ الاسم القادم، آخذ هملول، آخذ بن سلمة. الله
الفقيه المنصوري داخل بكل قوة، والسجلات هنا مع الفخر والاعتزاز. الله يا هملول، بطي بن سعيد بن سلمة المنصوري الحاضر بكل قوة على المركز الآن التاسع، بينما الدخول، بينما التسلل والقوة والانطلاق. هنا وافي وقدره وافي حمد بن سعيد بن جمعة الاكتبي بحضور مشرف. الله 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 الله، بينما الزاوية الأخرى، بينما الزاوية الأخرى، يا مرحبا يا العابر، يا مرحبا يا أبو مظفر، سعيد بن مظفر العامري مع دخول رائع ومميز. الله الله، 10 على 10 يا بن حمود، 10 على 10، 10 على 10. يا سلام يا طريف، يا سلام يا المركز الأول، يا سلام عليك يا الظاهري بهذه اللحظات المميزة. هنا طريف حمد بن غانم، وانت غانم، وانت غانم. الله 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 الله، المركز الثاني، المركز الثاني، التحدي والإثارة مع معزز، مع معزز الواصل والمنطلق بكل قوة، محمد بن سليم بن الدود العامري مع المركز الآن الثاني. الدور دور المركز الثالث، وصول وتحدي من الشامي مبارك بن سالم بن كعم العامري. الله يا سلام، الدور دور المركز الرابع، رابع الأسماء، رابع الأسماء، وصل شاهين ووصل احترازي، احترازي الغانب بن سعيد بن زايد المزروعي، وكذلك شاهين ساري بن محمد بن طويلب بن المنصوري. الله يا سلام، المركز السادس، المركز السادس يا اخواني، المركز السادس وصول من هملول بطي بن سعيد المنصوري مع المركز الان الثامن. ولكن نعود مع المقدمة. الله الله، ماذا جرى، ماذا طرى، ماذا جرى، ماذا طرى، والتاريخ يتحدث والانجازات. اتكلمت في البداية وقلت ياما وياما، ياما وياما، حط عليه الشامي، كفو يا العامري، كفو يا ابن الشيبة، كفو يا بن كعم. يا سلام على هذا الشعار، ويا سلام على هذا القعود، ويا سلام على هذا الأداء. بسم الله ما شاء الله، يا حي اللي يقول ويفعل، يا حي اللي يقول ويفعل، أنت لها وهي لك. الشامي الشامي يا إخواني، ركزوا على هذا القعود، بسم الله ما شاء الله، لا زال يسطر الذهب، لا زال يسطر الإنجازات. 600 متر النهائية، سلام وتحية واحترام على هذا الشعار، ولمضمر هذا الشعار، ولعشاق هذا الشعار. وسلام يا بن كعم، سلام، سلام العامري، سلام، لون ذهبي، وتستاهل الذهب، وتستاهل الشامي. فالك وفاله ان شاء الله الرموز، واللي يبي قعود يركز على هذا القعود. ما شاء الله، ما شاء الله، الشامي الشامي، الزعفران الذهب، العيار مرتفع، سلام ذهبي، سلام ذهبي، سلام عيناوي، سلام وانجازات، وتحية واحترام. هذا هو، هذا هو، وصل الشامي، وصل الشامي، وحلقوه وارفعوه وهنوه وزعفروه. ومن الشامي كثروا الشامي، كثروا له، كثروا له، لما لا يا اخواني، والانجازات تتكرر ما شاء الله. المركز الثاني، المركز الثاني شاهين ساري بن طويل بن منصوري، المركز الثالث سعيد بن مظفر، المركز الرابع، المركز الرابع مع بطي بن سعيد بسلم المنصوري، والمركز الخامس، المركز الخامس وصول وتحدي من وافي حمد بن سعيد بن يمعه الاكتبي. ما شاء الله. هكذا مشاهدينا متابعينا الاعزاء، تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التوقيت الزمني لحظات الوصول 9:24، 4 أجزاء من الثواني. الشامي مبارك بن سالم بن كعام العامري، مشكور بمسلم، وشكرا للجميع. المركز الثاني شاهين ساري بن محمد بن طويل بن المنصوري، ايضا ما قصر، 9:26، 9 أجزاء من الثواني. المركز الثالث لحظات الوصول 9:29 و6 أجزاء من الثواني، فكان العابر. والتحية الكبيرة سعيد بن مظفر بن محمد العامري، والتحية الكبرى لك يا راعي صوغة مظفر بن محمد بن خموشة العامري.